تحت الضغط. 10 أسئلة في 45 ثانية. عبد الوهاب حسن وبهاء علاء الدين. بهاء هو اللي هيبتدي. بهاء هتبتدي وعبد الوهاب هتروح عند سليم تسمع أغنية. تفضل بهاء، تعالى مكاني. بهاء، كم سؤال؟ 10 أسئلة في كم ثانية؟ 45. اللي طالبه منك إجاباتك تبقى بصوت واضح عشان أعرف أقول لك إجابتك صح ولا غلط. تمام، اتفقنا؟ إن شاء الله. نشوف عبد الوهاب أخباره إيه؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة التي قامت بدور سعاد في فيلم أضواء المدينة؟ باس. إلى أي دولة إفريقية تتبع جزر زنجبار؟ الكونغو. غلط. في أي عضو بجسم الإنسان توجد جزر لانجر هانز؟ بنكرياس. صح. ما هو القصر التي تظاهر أمامه أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق؟ قصر عابدين. صح. كم عدد ألوان علم دولة الكاميرون؟ 3. صح. في أي عاصمة يقع المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأوروبية؟ واشنطن. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة أيسلندا؟ كرونا. صح. كم عدد الدقائق في 6 ساعات؟ 360. صح. الذين هبطوا من السماء هو كتاب لأديب مصري راحل أنيس منصور. صح. برافو عليك يا بهاء، اتفضل. برافو عليك يا بهاء. كم إجابة صح؟ 6. 6 إجابات صحيحة يا بهاء ب 30 نقطة، برافو عليك. سليم، عايزين عبد الوهاب ينضم لينا. هنشوف عبد الوهاب هيعمل إيه. عبد الوهاب تعالى مكاني. عبد الوهاب، تحب تعرف بهاء عمل إيه ولا لأ؟ لا، مش عايز تعرف. ملوش لزوم. ملوش لزوم. طيب، عايز إجاباتك بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تمام. اتفقنا؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة التي قامت بدور سعاد في فيلم أضواء المدينة؟ شادية. صح. إلى أي دولة إفريقية تتبع جزر زنجبار؟ تنزانيا. صح. في أي عضو بجسم الإنسان توجد جزر لانجر هانز؟ كياس. صح. ما هو القصر الذي تظاهر أمامه أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق؟ البوس. كم عدد ألوان علم دولة الكاميرون؟ 3. صح. في أي عاصمة يقع المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأوروبية؟ باريس. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة أيسلندا؟ كورونا. صح. كم عدد الدقائق في 6 ساعات؟ 36. غلط. الذين هبطوا من السماء هو كتاب لأديب مصري راحل طه حسين. غلط. ما بتعلمش هي أغنية الفنانة مصرية نجاح. لا غلط. تفضل. كم إجابة صح؟ 6. 6 إجابات صحيحة وتعادل ما بين جامعة القاهرة وجامعة السويس. كلنا نحيي بهاء وعبد الوهاب. عبد الوهاب وبهاء، اتفضلوا. النتيجة طبعا اتغيرت. كل الأسئلة اللي بينك يا عبد الوهاب وبين بهاء اتجاوبت، يعني 9 أسئلة اتجاوبوا ما عدا السؤال العاشر ما لحقتش أقوله بالكامل. ما بتعلمش هي أغنية الفنانة مصرية أنغام. فمن هي؟ مين بقى عبد الوهاب؟ أنغام. بالظبط كده، أنغام. النتيجة زي ما هي، 30 نقطة لجامعة القاهرة و30 نقطة لجامعة السويس. جامعة القاهرة كنت كام يا عبد الوهاب؟ كنا 50 و30 80. وجامعة السويس كنتوا 70 وبقيتوا كام يا بهاء؟ 100. ودلوقتي